الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاء عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على
طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الوتر يرحمه الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر يا الله لمن حمده الله الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق
والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك الحمد على جميع نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ما علمنا منها وما لم نعلم، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، علانيته وسره، لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على أن بلغتنا رمضان، وعلى أن بلغتنا آخر الشهر الكريم. اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين، وأنت أصدق القائلين، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون ومصدقون، وعليه متوكلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على ما يسرت من ختم كتابك الكريم. اللهم لك الحمد على أن وثقتنا لختم كتابك. اللهم تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان فيه من خطأ أو سهو أو نسيان أو تغيير أو تحريف أو زيادة أو نقصان. اللهم واجعل ختمتنا هذه مباركة على من قرأها، وعلى من سمعها، وعلى من حضرها، وعلى من أمن على دعائها. اللهم وأدخلنا بها الجنات، اللهم وأدخلنا بها الجنات، وآتنا بها من الدرجات. اللهم واغفر لنا بها الزلات، وكفر بها عنا السيئات، واجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة. اللهم واكتبها كاملة الأجر عندك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة من ليالي رمضان، ونسألك في هذا المقام المبارك، نسألك ببركة ختم القرآن الكريم، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم وذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، على الوجه الذي يرضيك عنا، على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم واجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا،
وعن النار مخلصا. اللهم وألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، ودفع به عنا النقم. اللهم واجعلنا ممن يقرؤون القرآن فيرقون، ولا تجعلنا ممن يقرؤون القرآن فيشقون. اللهم واجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم واجعلنا ممن تقول فيهم يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتق كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم وأعشنا على القرآن، اللهم وأعشنا على القرآن، اللهم واجعلنا للقرآن من التالين، وبه من العاملين، وعند الجزاء من الشاكرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، واجعلنا عند ختمه من الفائزين. اللهم واجعل القرآن العظيم رفيقنا في الوحدة، ومصباحنا في الظلمة، وأنيسنا في الوحشة، وشفيعنا يوم القيامة، وشفيعنا يوم القيامة. اللهم وشفع فينا القرآن يوم القيامة. اللهم واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نور القرآن وبركة القرآن وخير القرآن ونور القرآن وأدب القرآن وأخلاق القرآن، ونسألك اللهم التأدب في حضرة القرآن. اللهم واحشرنا يوم القيامة في زمرة أهل القرآن برحمتك يا كريم يا منان. اللهم واشرح بالقرآن الكريم صدورنا، اللهم وعمر به بيوتنا، اللهم وعمر به بيوتنا، اللهم وحفظه أولادنا، اللهم واجعلهم من حفظة القرآن، اللهم واجعلنا وإياهم من حفظة القرآن، وثبتنا عليه حتى نلقاك مسلمين برحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. إلهنا يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من حالنا، أنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة، نسألك حسن الختام، اللهم وارزقنا حسن الختام، اللهم وارزقنا حسن الختام، اللهم وارزقنا عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم وارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وألحقنا بالصالحين،
وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم وأعشنا على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تحل بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله، وتسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم في هذه الليلة المباركة، في ليلة التاسع والعشرين من رمضان، اللهم في هذا المقام الكريم، وفي هذه الليلة المباركة، وببركة ختم القرآن الكريم، نسألك اللهم رحمة عامة. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تزيل النعم، اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها، دقها وجلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم وفرج الهم عن المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، وعافهم واعف عنهم. اللهم وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، وغسلهم بالثلج والماء والبرد. اللهم وخص منهم الآباء والأمهات. اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم وكما أكرمونا فأكرمهم، وكما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله،
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم كل إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم وعجل فرجهم، اللهم وفرج همهم، ونفس كربهم، وعجل لهم بالنصر والتمكين. يا نعم المولى ويا نعم النصير، يا خير الناصرين، أعن المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، أعن المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم واجمع كلمة المسلمين، اللهم واجمع شملهم، ووحد كلمتهم، ووحد صفوفهم، واحفظ عليهم دينهم وإسلامهم. اللهم وول عليهم خيارهم، ولا تول عليهم شرارهم. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تبارك لنا في جاريتنا هذه، وفي مسجدنا هذا. اللهم وألف بين قلوبنا، واجعلنا إخوة متحابين فيك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم في هذه الليلة المباركة لا تحرم كل من ساهم في هذا المسجد المبارك من الأجر. اللهم بارك لكل من ساهم ولكل من خدم هذه الجارية. اللهم وبارك لهم في صحتهم، بارك لهم في أعمالهم، بارك لهم في أوقاتهم، بارك لهم في جهودهم، بارك لهم في ذريتهم، بارك لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إن قد تكون هذه الليلة الأخيرة من رمضان، فنسألك اللهم أن تجعلنا ممن وفق لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم واجعلنا من المقبولين، ولا تجعلنا من المحرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك. اللهم واجعل شهرنا هذا شاهدا لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك أن تعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وخير، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا العمل وعليك التكلان، فلا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، وأنت أكرم الأكرمين، وأنت أرحم الراحمين. إلهنا هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا فقرنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالجود والفضل والكرم، إذ الجود والفضل والكرم منك وإليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. الله
الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.